في يوم كنت زهقان شوية ونزلت أقعد على الكافتيريا. أصل عندنا في المنطقة في كافتيريا كده جنب البيت متعود أقعد عليها كل فترة. المهم كل ما أروح هناك ألاحظ إن في واحد قاعد بيشرب قهوة لوحده. كل ما أشوفه لقيه نفس الوضع، فبصراحة أخدني الفضول ورحت قعدت جنبه. قلت له يضايقك يعني لو قعدت معاك؟ قال لي لا طبعا اتفضل. طلبت قهوة وقلت له هو أنا ممكن يعني أسأل سؤال؟ بس أرجوك ما تعتبرنيش متطفل، أنا بشوفك قاعد لوحدك دايما، هو أنت مالكش صحاب؟ ابتسم وقال لي عارف الترابيزة اللي احنا قاعدين عليها دي ما كانتش بتفضى، كان بيقعد عليها 8 شباب زي الورد، أنا وسبع صحابي. 10 سنين يا أستاذ، أنا دلوقتي عندي 44 سنة، من وإحنا عندنا 18 سنة وإحنا صحاب. كلنا كنا شلة واحدة في الكلية، وبعد الكلية كنا أكتر من إخوات، لكن للأسف اتفرقنا، وهو ده حال الدنيا. اتفرقنا وأنا ما كانش في بالي أبدا إن اليوم ده هيجي، ما حسبتلوش، كنت بصص وقتها بس مش ببص لقدام. الدنيا العملية وضغوط الحياة خلت كل واحد فينا يروح يشق طريقه، اللي سافر برا علشان يشتغل، واللي شغال هنا والشغل واخد كل وقته، واللي اتجوز وخلف وانشغل عن الحياة، واللي فتح مشروع وبيحارب الدنيا كلها علشان مستقبله. وسكت حبتين كده وعينه دمعت وقال لي واللي مات وسابنا في نص الرحلة. سنين الفرقة بدأت تدريجي، بعد ما كنا بنشوف بعض على طول بقينا نشوف بعض مرة أو مرتين في الأسبوع، وبعدها بقينا نطمن على بعض بالتليفون، وبعدها اتقطعت كل الأخبار وبقى كل واحد فوادي معرفش عنهم حاجة، وهم كمان معرفوش عني حاجة بقالهم سنة. مشي وسابولي ذكريات في كل حتة بروحها وفي كل مكان بزوره، وزي ما انت شايف كده بقيت لوحدي، باجي هنا أقعد وافتكر كل الذكريات وابتسم وأقول كانت أيام مش هتتعوض. بس أقولك على حاجة، أكتر حاجة ندمان عليها إني مش بعتش منهم، ندمان على كل لحظة كان بإيدي أقرب منهم أكتر وبعت، على كل خروجة ما خرجتهاش، على كل زعل طال ما بينا وخدته الأيام، وهو كان ممكن يخلص بكلمة كنت عايز أشبع منهم أكتر. يمكن ده يكون عوضني دلوقتي، لكن هو ده حال الدنيا، ما بنشوفش ولا بنحس بده إلا لما الأيام تجري ونبص نلاقي نفسنا لوحدنا. وديني بقيت لوحده ببكي على اللبن المسكوب، بس تفتكر ده كله هيفيد بإيه؟ استنونا هنكمل بعد الفاصل.